نتحكم في ان احنا نزرع قد ايه قمح او ما نزرعش؟ هو اللي بيحكمك في هذا الامر. دعنا نتحدث ان اللي بيحكمنا في هذا الامر هي العائد الاقتصادي. لابد ان احنا ناخد في الاعتبار ان هدف الزراعه هو تعظيم كفاءه ورفع كفاءه العائد من وحده الميه والارض، وبالتالي لما يبقى عندك مساحه معينه بتفكر تزرعها ايه الاول من حيث العائد الاقتصادي. وبالتالي لابد ان احنا عندنا، لو احنا بصينا نلاقي مثلا احنا عندنا مساحه الارض الزراعيه عندنا، لو بصينا فيها هنلاقي حوالي 48% منها بتنزرع حبوب. قد يكون العائد الاقتصادي منها حوالي 33 إلى 35%، لكن ممكن تلاقي زراعات خضر وبساتين وخلافه العائد الاقتصادي اعلى. لكن مع هذا الامر ومع يعني النظرة الاقتصادية للمحصول، لكن هناك نظرة استراتيجية بالزبط. زي ما احنا فيه دلوقتي، يمكن ان شاء الله مع المساحة اللي احنا بنقول عليها 3650 قمح السنة دي، مع دخول مشروعات وزدنا 250 عن السنة اللي فاتت، مع دخول المشروعات القومية اللي هي المرتبطة بالتوسع الافقي زي مشروع الوسط بتاع شمال تنمية شمال جديد. وسط سيناء 500,000، مشروع الدلتا الجديدة العملاق اللي بيستهدف زراعة استصلاح 1,000,000 فدان، عندك مشروع توشكا. كل دي لما بتخش مرحليا يعني بدأت تزرع وبدأت فيها مساحات، ويمكن حضرتك حضرت مع فخامة الرئيس معانا كثير من هذه الافتتاحات، فمع دخول هذه المساحات نسبة كبيرة منها هتنزرع محاصيل استراتيجية، وبالتالي تؤدي لزيادة الانتاجية، تؤدي لزيادة تخفيض نسبة الفجوة، وبالتالي بنقدر نحط سياسة زراعية للتركيبة المحصولية. بتتوقف بقى على حسب طبيعة التربة، على حسب نوع المية المستخدمة، على حسب درجة الملوحة، على حسب المناخ اللي موجود، على حسب القدرة على مواجهة تغيرات مناخية. في سياسة زراعية، لكن لابد ان احنا ناخد في الاعتبار مسألة العائد الاقتصادي. واكيد مساله العدل الاقتصادي مساله مهمه. كان عندنا زمان مسلسلات زي سر الارض، حاجات سر الارض، حاجات بتزود وعي الفلاحين. بنفكر نعمل دلوقتي، واحنا شفنا تاثير الدراما قد ايه على الناس في الفتره الاخيره. والله احنا عندنا القناه الزراعيه ان شاء الله بنطور، وعندنا توجيهات من القياده السياسيه ان احنا بنطور القناه الزراعيه ونقدم فيها برامج. عندنا التحول الرقمي، بنحاول نقدم ارشاد زراعي رقمي. يعني احنا مثلا عندنا كارت الفلاح، ده نوع من انواع التحول الرقمي. بنحول الحيازة الورقية إلى حيازة كارت بيستخدمه يقدر يحقق من عليه خدمات. أطلقنا تطبيق هدهد، وده تطبيق تجريبي نتمنى إن شاء الله إنه يحقق نتائج كويسة، في سبيل إن أنت بتقدم من خلال هذا من خلال الأبليكيشن، إن أي فلاح يقدر يخش على الأبليكيشن ده ويسأل أي استفسار، اي مرض عنده في المحصول يقدر كمان يصور ويبعت، ويجي له رساله صوتيه ويجي له رد مكتوب. فنقدر بنتوسع في حاجات كتير. بنستخدم كمان الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل، بدل ما كنا الحصر اليدوي والاسلوب الكذا، لا دلوقتي بقينا بنستخدم الذكاء الاصطناعي في مساله حصر المحاصيل واعداد خريطه البيانات الموجوده. بنعمل حاجه اسمها خريطه سماديه وخريطه صنفيه، بنستخدم التحول الرقمي في عندنا بقى الارشاد. بقى زملائنا في الارشاد الزراعي، صحيح هناك نقص في مسألة الأفراد، لكن بنتحول إلى الإرشاد الزراعي الرقمي، لأن أصبحنا إحنا كلنا كدولة بنتحول إلى التحول الرقمي، مصر الرقمية. فأعتقد إن هذا المحور بياخد ما فيه الكفاية. إحنا كل يوم بننزل يعني توجيهات وتعليمات، سواء من القناة الزراعية أو على البرامج اللي موجودة أو في كل مكان، بنحاول نتوسع، بنحاول نعمل اجتماعات دورية مع الفلاحين، بنعمل مدارس حقلية في الحقل نفسها. زملائنا الباحثين والدكاترة والمتخصصين بيعملوا مدارس حقلية في الحقل نفسه. بنعمل كمان حقول إرشادية. يمكن احنا مثلا في القمح على سبيل المثال بنعمل اكتر من 8000 الى 8000 او 9000 حقل إرشادي، بنقدم فيه الإرشاد عشان الناس اللي موجودين زملائنا من الفلاحين والمزارعين البسطاء يبصوا ويشوفوا الحقل الإرشادي ايه ويتعلم منه ويعمل زيه. قصدي اقول هناك محاور كتيرة بنشتغل عليها. يعني